حافظ تاريخ 45 يوم بس. يا ترى هنزرع ايه مع بعض؟ يلا نعبي التربة ونشوف هنزرع ايه مع بعض. نعبيها سوا. انا اعمل كل حاجة لوحدي. خليكم معايا وشوفوا ايه هتزرعوا اياه. هنحط البذر مع بعضينا مش كتير عشان ملوش لازمة الكترة، يعني كل كيس في حباية او اتنين. وبعد كده نسقيها. بعد 10 ايام خليك معايا. وبعد ايام كتيرة احلى ارنبيط. بصوا على فكرة الارنبيط ده يا جدعان بيتصدر بره. تحضر الاخضر، الزراعة حلوة وجميلة. حافظ على بلدك وتحضر الاخضر معاك.